إذا الوضعية الثانية، احنا واش عندنا؟ عندنا التحويلات. التحويلات هذه تخص الأوزان وتخص الأطوال أو المسافة. هنا عندنا المتر أطوال، عندنا هنا المسافات. 2590 جرام كم يساوي من كيلوغرام وكم يبقى في الجرام؟ إذا هنا مباشرة أنه ندير واحد الدرس قريناه من قبل، 2590 جرام كم يساوي من كيلوغرام وكم يبقى لنا من الجرام. هنا عندنا تفكيك، راح نفككوا هذا الوزن، هذا الكتلة هذه راح نفككوها إلى نفكوها إلى وحدتين، إلى عددين أو كتلتين أخريين. هنا راح نطبق واحد الدرس، عدد الآلاف. قولوا لي علاش درتي عدد الآلاف؟ نعم ندير عدد الآلاف. لماذا؟ كيلوغرام أكبر من الجرام بألف مرة. إذا نروح هذاك العدد هذاك، راح نشوف هذا العدد هذا شحال من الألف. يا إما نديرو التفكيك يا إما يكون شفويا، يعني ذهنيا راح نشوف الوحدات، العشرات، المئات، وهنا عندنا الآلاف. إذا 2 كيلوغرام أو ندير 2590 يساوي 2000 زائد 590. هذه تروح للكيلوغرام وهذه تبقى في الجرام. إذن مباشرة 590. نعود إلى هنا تساوي 2، عدد الآلاف فقط، ندي غير عدد الآلاف فقط، ويبقى لنا الجرام ما تبقى 590. أو بطريقة أخرى، إذا كان وليدنا ما يديرش العدد هذا، ما يعرفش عدد الآلاف إلى غير ذلك، واش راح نديرو؟ راح نرسمو الجدول. إذا ما يقدرش، احنا عندنا الجرام، ديكا، هكتو، والكيلوغرام. إذا كان ما يعرفش هذو، عفوا هذا الاثنين، مباشرة يعرف أنه الكيلوغرام أكبر من الجرام بألف مرة، يعني يمشيلو بثلاث مراتب. ونحطو مباشرة 2590. في الحقيقة نبدأ من هذا، دائما نبدأ من الوحدات. إذا نروح للهكتوغرام، عفوا نروح للكيلوغرام، عندنا 2، نكتبو 2، ما تبقى يروح للجرام. هذه طريقة. الطريقة الثانية، عفوا الطريقة الثانية نفس الطريقة لكن بالطريقة العكسية. عندنا 1 كيلوغرام 200 غرام كم يساوي من غرام؟ راح نجمعوا، راح نضموا الكتلتين في كتلة واحدة دون تغيير القيمة. 1000، إنه الكيلوغرام أكبر من الغرام بألف مرة، عندنا 1200. بسيطة جدا. ننتقل الآن إلى كيلومتر والهكتو. الكيلومتر أكبر من الهكتومتر بعشر مرات. ما معنى ذلك؟ يعني 25 راح تكبر بعشر مرات، وباش تكبر بعشر مرات مباشرة نزيدو لها الصفر، لأنه راح نضربوها في 10، وكي نضربو في 10 راح مباشرة نزيدو الصفر. 56 متر كانت نساوي 560، يعني زدنا لها الصفر. ما معنى زدنا لها الصفر؟ هذا العدد هذا رانا زدنا له الصفر، يعني ضربناه في 10. ما هو أو ما هي الوحدة الأصغر من المتر بعشر مرات؟ يعني الأصغر منها مباشرة هي الديسيمتر. وكملنا الوضعية الثانية بطريقة بسيطة بالجدول، بتوظيف بعد بعض المعلومات اللي والمعارف اللي اكتسبها وليدنا. وهذه نروح مباشرة نقوم بهذا العمل هذا ببساطة. ننتقل للوضعية الثالثة الآن.